السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب السعودية أمام منتخب فلسطين، مباراة في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. متابعينا الكرام، لأول مرة زرت القناة اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو واكتب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. السعودية تواجه فلسطين اليوم الثلاثاء 30/3/2021. المباراة ميعادها الساعة 8:30، مش 7:30 اللي قدامك دي، اسمعني، 8:30 مساء بتوقيت السعودية وبتوقيت فلسطين، 8:30 مساء. طيب المباراة ميعادها 7:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، ميعادها 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان. المباراة ميعادها 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وميعادها الساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و5:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة ناقلة المباراة قناة فلسطين الرياضية ومعلق المباراة خليل جاد الله، وقناة الرياضية السعودية الأولى ومعلق المباراة فهد العتيبي. ملعب المباراة هو ملعب أو استاد مدينة الملك سعود الرياضية. كان معكم محمد نور الدين من قناة الآخر الخلاصة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.